استخدم لبنان شكلا جديدا من أساليب الاستقواء والترهيب لتنظيم الفوضى في محطة للمحروقات على ضوء الأزمة الخانقة التي يعاني منها لبنان، حين تجول في المحطة حاملا مجموعة من الأفاعي ووقعت الحادثة في منطقة البقاع في شرق لبنان. وتحدثت معلومات عن أن الرجل ينتمي إلى عائلة تشتهر بتربية الأفاعي. تدرون؟ خلونا نتابع الفيديو. على الفرد على المكانات واقفين مكانات.